المشاركة كانت مشاركة متميزة. أقول متميزة لماذا؟ لأن فرق المشاركة كلها فرق مختلفة تنتمي إلى النوادي، مدارس تنتمي إلى النوادي، أما نحن ففريق مغمور يمثل المغرب، هذا في حقه وراء إنجاز كبير. نحن لا خضعنا لثلاث تربصات، أما الفرق كلها المشاركة فهي تنتمي إلى نوادي كالخور كفريق شبيبة قروان في تونس. هذا يعني أن مشاركتنا كانت مشاركة يعني لا بأس بها. التلاميذ قاموا بمجهود كبير ولكن وقفوا سدا أمام شيء اسمه الاحتراف، ولهذا فنحن اليوم مطالبين بالتفكير في تمثيل المغرب بفروق يعني جهوية تنتمي إلى نفس المدرسة. وشكرا.